الموضوع ده لحد غيرك يا عمتها عشان تقوليها اتصرف ازاي. تقومي تروحي تقولي لبابا. انا مش مصدق انك عملتي كده. مفيش حاجة أقولها لك تعملها صح أبداً؟ في إيه؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ عملت إيه؟ بقى أنا طلبت منك حاجة وفجأة ألاقي الهاكر بتاعك بيبعت لك الصور ومن غير ما تقول لي بتكسس عليا؟ كنت عايزة أطمن عليكي، خايف لو يبقى عندك مشكلة ومش عايزة تقولي لي، وفي الآخر المصيبة طلعت عندي أنا. ترجع لي تاني بدل ما تهين الولد وتبهدله البهدلة دي كلها. أهينه إيه وزفت إيه؟ ما هو اللي عمل كده في نفسه. وبعدين انت اللي غلطانه من الاول يا عاد، كان المفروض تقولي لي ولا اتصرف. ما هو التصرف اهو، انت غبي وما بتعرفش تفكر. ايه يا عاد ده ابني فيه ايه؟ ما هو عشان ابنك، فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ طبيعته بس يا جماعه، اقعدي يا عاد. هاتي بقى ميه، نشفت ريقي. خدي بالك برضو يا عاد، هو ابنه عايزه يتربى ويتقدم. بالطريقه دي؟ العيال بتوع اليومين دولت ما يجوش بالطريقه دي. عندك حق. بس برضو ما تنسيش انه ولد ولازم يتعامل بحسم. وبرضو ما تنسيش ان مروان كان عاوز يطمن عليكي، ولا كان في حاجه تخصك اكيد ما كانش هيسيبك. بالعقل بالعقل. اعمل ايه يا عاد؟ ما انا ترجيتك عشان تقولي لي وانت اللي رفضتي. علشان ابنك، لو كان غير ابنك كنت قلت لك. وصلت لايه معاه؟ خلاص يا ستي، الواد اعتذر لي والموضوع انتهى ومش هعمل كده تاني. سيبك انت بس من الموضوع ده، انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. زفت والحمد لله. ليه بس؟ هو ما قالكيش على موضوع التوكيل؟ لا قال لي، بس هو اكيد هيحله. هو لو حله بالطريقه دي يبقى راح التوكيل. ما تقلقيش، انا مش ساكت وقريب قوي هطمنك. اما نشوف. وانت فين جوزك؟ عزت بياكل عند مامته. طب وما رحتيش تاكلي معاه ليه عند مامته؟ بصراحه ما بحبش اكلها. فانتي عليكي طريقة، مفيش فايدة فيكي. سيبك انتي من عزت، انا عاوز اسألك على حاجة. هو هشام اخباره ايه؟ دكتور كلمني النهاردة وقال ان انا ممكن اروح اشوفه بكرة ان شاء الله. طب حلو، انا هاجي معاكي. لا ما هو الدكتور سامح لي انا، بس ممنوع اي حد تاني. ربنا يطمنا عليه يا رب. ان شاء الله يرجع احسن من الاول. يا رب يا رب. دول الاتنين فيكوا حاجة مش عجباني. قومي اعملي لي كوباية قهوة مش فنجان. حاضر. خليهم اتنين. ماشي. واتش إت.